أرادت شابة أجنبية تقديم هدية ملائمة لوالدها في عيد ميلاده، فاختارت هدية مؤثرة للغاية جعلته يذرف الدموع أمام الجميع دون تحفظ. فقد أهدت الشابة لوالدها نفس السيارة التي كان يمتلكها منذ 12 عاماً، واضطر لبيعها والتخلي عنها بسبب مروره بضائقة مالية، حيث قامت بالبحث عن مالكي السيارة الجدد واشترتها منهم مجدداً لإعادتها لوالدها. وفي حفل عيد ميلاد والدها فاجأت الشابة والدها بهذه الهدية غير المتوقعة، لينفجر في نوبة من البكاء.